أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا جميع العاملين بالعلم والعمل الصالح. وبعد، كان الكلام في الدرس الماضي قد انتهى من البحث الخاص في بيع السلاح إلى أعداء الدين، ووصل الحديث إلى ما أشار إليه المصنف بقوله وإجارة ابن ساسم والحمولة للمحرم. وقلنا بأن كما تقدم في الدرس الماضي بأن هذه العناوين أو هذه المصاديق إنما تذكر تحت عناوين محددة في بعض الكتب الفقهية، ولكنها تذكر هنا في هذا الكتاب تحت يعني عنوان المصداق الممثل للحرمة، ليس كما هو الحال في مثلا الكتاب يعني الشرعي. وهذا البحث الجديد هو متعلق بإدارة المساكن، يعني الإنسان عنده محل أو مكان ليؤجره. هذا التأجير يكون ماذا؟ هذا التأجير يكون من لغرض محرم، يعني يكون إدارة هذا الأمر لغرض محرم. الغرض المحرم لا قد يقال بأنه مثلا الإنسان يؤجر بيته مثلا من أجل مثلا فعل الفاحشة مثلا، أو مثلا من أجل مثلا أن يكون محلا لصنع أمر محرم أو لبيع أمر محرم وما شابه ذلك، أو لا يؤجر حيوانا، أو كما طبعا الحيوان هنا بمعنى الدابة، يؤجر حيوانا من أجل هذه الغاية، يعني نقل هذه الأمور التي هي تكون ماذا؟ أمور محرمة. طبعا الأمور المحرمة بعض الأحيان قد تكون بعضها واضحة في المعالم، أنه مثلا يحمل خمرا أو ما شابه أو غير ذلك، وبعض الأحيان لا، هو يحمل أشخاصا، ولكن هؤلاء الأشخاص لهم صفاتهم الخاصة، يعني هؤلاء الأشخاص لهم صفاتهم الخاصة، بمعنى أن بعض من الأشخاص الذين يعيش معه الإنسان في حياته قد يكون ماذا؟ قد يكون يحمل صفة خاصة، يعني يكون مثلا ظالما، فهذا الشخص الظالم تارة يؤجر الإنسان، يؤجر الإنسان دابته أو حمولته لهذا الظالم من أجل أن يسهل عليه ماذا؟ عملية الظلم، يعني شخص يريد أن مثلا أن يلقي القبض على إنسان بريء، فأنت تعطيه مثلا سيارة للوصول إليه لأنه مثلا في منطقة بعيدة أو نائية، تؤجره السيارة من أجل إلقاء القبض عليه مثلا، وهذا الإنسان يعني مظلوم، وهذا الإنسان ظالم له. عند ذلك قال أنه مثل هذا الأمر يكون ماذا؟ يكون من الأمور التي ينطبق عليها هذا العنوان، وهو إجارة حمولة من أجل ماذا؟ من أجل أمر يعني محرم. هنا قد يقال كما يعني كما قيل أن هذه القضية قضية التأجير وغير ذلك، هذه القضية تدور مدار مسألة الاتفاق والتوافق أو لا علاقة لها ذلك، باعتبار أن بعضا من أفراد مثل هذه القضية، يعني بعض من أفراد هذه المسألة وهي مسألة التأجير من أجل مثل هذه القضايا قد تكون لا تحتاج إلى مثل هذا القيد، يعني لا تحتاج إلى قضية التوافق. لماذا؟ لأنه القضايا المشار إليها هي قضايا محرمة في نفسها، فالإنسان لا يحتاج إلى أن يتواطأ مع غيره ممن يتاجر بالخمر حتى يكون ماذا؟ إجارته مثلا يعني لدابة من أجل حمل الخمر مثلا محرم، لا ليس الأمر كذلك، بل القضية أساسا دائرة مدار هذا الفعل، أساسا إجارة الحمولة أو الدابة لحمل الخمر في نفسه حرام، باعتبار ماذا؟ أنه هذا الفعل أساسا ما ينتجه يكون ماذا؟ يكون محرما باعتبار عدم صحة مثل هذه الإجارة كما هو معلوم. ولكن البعض الآخر من الأمور لا يمكن القول بالحرمة فيها بمجرد ماذا؟ بمجرد هذه المسألة، يعني بمجرد مجرد الإجارة، لكن يحتاج الكلام فيها، يعني تحتاج الحرمة فيها إلى أن يلحظ فيها الهدف أو الغاية، باعتبار أن الإنسان
أن الإنسان حتى وإن وصف بكونه ظالما أو ما شابه، بعض الأحيان قد يتعامل معه الإنسان العادي بأن يؤجره مثلا دابة، أو مثلا يخيط له مثلا ثوبا أو ما شابه. ولكن هذا المقدار من التعامل مع الظالم مثلا، أو قد يكون مثلا ظالما مشهورا أو معروفا، هذا المقدار من التعامل مع الظالم في حد نفسه ماذا؟ في حد نفسه لا بأس به. لكن كما يقول فقهاؤنا في يعني في هذه الأزمنة، أنه بشرط أن لا ينسب إليه. يعني مثلا لو كان الإنسان يعمل خياطا، فإن عمله في الخياطة هذا يستدعي أن لا يكون أجيرا للظالم بأي صورة من الصور، أو لا، هذه القضية تدور مدار أن لا ينسب إلى ذلك الظالم. الفقهاء يقولون لا، المسألة ليست بكلها يعني محرم، ليست بكل فروضها محرم، إنما المحرم أن لا ينسب هذا للظالم. يعني أنت خياط مثلا في السوق، يأتي ظالم مثلا ليخيط عندك ثوبا، هذا المقدار ليس فيه بأس. نعم، لو وصل الأمر من خلال تعامل هذا الظالم معك أن أصبحت أنت الخياط، أصبحت تنسب إليه، يقال مثلا خياط فلان مثلا، خياط فرعون مثلا، هنا يكون الأمر ماذا؟ يكون الأمر مختلفا. هذا يعني لأنه هذا يعني متعلق به فنذكره. لذلك نحن نقول بأن الحرمة هذه التي تذكر في هذا المجال، هذه الحرمة التي تذكر في هذا المجال ليست حرمة ثابتة لكل هذه الأمور المذكورة، إنما هي ثابتة لما هو محرم في أصله. وأما الذي تكون الحرمة عارضة عليه فإن حرمته حرمة مشروطة، لأن الإنسان إذا كان ظالما فإنه ليس بالضرورة أن يكون كل تعامل معه محرما. لماذا؟ لأنه قد يأتي بعض الأمور المباحة، قد يأتي مثلا ليقول مثلا لشخص يبني مثلا يعني البنايات، أريد منك مثلا أن تبني جسرا مثلا، هذا المقدار لا يقال مثلا لا يقال عليه بأنه محرم مطلق، لكنه لو أراد منه أن يبني جسرا ليوصله إلى مثلا لقتال شخص أو لظلم شخص، يعني مقدمة لهذا الأمر، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يمكن لنا أن نقول بأنه مثل هذا الفعل يكون ماذا؟ يكون إعانة على الظلم، وبذلك يكون ماذا؟ يكون أمرا ماذا؟ أمرا محرما. هذا الأمر كما هو معلوم، معلوم من خلال ماذا؟ من خلال النصوص، لأنه ليس هذا الأمر تفصيل من الفقهاء، لأن هذه الأمور أساسا مذكورة هنا على أساس ماذا؟ مذكورة هنا على أساس أنها مذكورة في النصوص، لأنه عندما يأتي الإنسان لرؤية بعض الروايات سيجد أنه الأجرة مثلا على الخمر حرام، فإذا كان الإنسان يؤجر بيته من أجل مثلا بيع الخمر، هنا وقع الكلام في أنه هذه القضية، وهي قضية لقول المصنف بقوله للمحرم، هذه قضية للمحرم، هذه اللام في قوله للمحرم هذه يعني كأنه ماذا؟ لام غاية، لام سببية، يعني لام يفهم منها ماذا؟ الغاية من العقد، الغاية من الإجارة ما هي؟ فإذا كان الأمر متقوما، يعني كانت الإجارة، يعني كانت هذا الفعل التكسب كان متقوما بهذه الغاية، يعني وهي غاية ماذا؟ وهي غاية أن يكون الأمر الهدف منه ماذا؟ فعل المحرم، عند ذلك يكون ماذا؟ يكون هذا محرما واضحا. لكن البعض ورد في يعني في هذا البحث ورد في هذا البحث كلام أن الإنسان إذا أراد أن يؤجر مكانا لشخص هو يعرف أن هذا الشخص عمله الذي يقوم به هو عمل محرم، ولكنه ما أجره من أجل تلك الغاية، يعني هو يعني كأنه ماذا؟ التواطؤ في العقد لم يكن حاصلا، يعني عندما حصل العقد لم يكن الهدف من العقد من إجارة هذا المكان هو القيام بهذا الفعل المحرم، فهل هذا المقدار يمكن أن يحرم أو لا؟ وقع الكلام في ذلك. من خلال ما أشار إليه المصنف يمكن القول بأن هذا المقدار ليس ماذا؟
ليس داخلا في كلامه باعتبار انه قيد عمليه الحرمات من ناحيه الاداره بالنسبه الى المساكن والحموله بقوله للمحرم، يعني هذه المحرم قيد للاداره، فالاداره اذا كانت مقيده بكونها للمحرم يعني لفعل المحرم، عند ذلك تكون ماذا؟ تكون مصداقا للمصادق هذه الاعمال التكسبيه المحرمه. ومن هنا بمفهوم المخالفه ماذا نفهم؟ نفهم من خلال مفهوم المخالفه ان العقد لو جرى على اداره بيت مع شخص يصنع المحرم، لكن العقد لم يجري على ان يكون هذا هو الهدف من الاداره، عند ذلك بحسب هذا الكلام يكون ماذا؟ يكون من خلال هذا الكلام مثل هذه الاداره لا تكون ماذا؟ لا تكون محرمه، حتى لا تكون محرمه ليس معنى انها تكون مباحة بمعنى بالإباحة المقابلة لبقية الأحكام الخمسة، لا، قد تكون مكروهة ولكنها ماذا؟ ولكنها ليست ماذا؟ ليست محرمة. ومن هنا يمكن لنا أن نقول بأنه المراد بالبيع هنا أو عفوا المراد مثلا بالإدارة هنا المراد به ماذا؟ المراد به هي تحقيق تلك الغاية المحرمة، يعني الهدف من هذه العملية هو تحقيق تلك الغاية المحرمة. هنا قد يقال لأنه نحن نحتاج إلى أن يذكر ذلك في العقد، يعني نذكره في ضمن العقد أنه نريد من هذا الإنسان أن يصنع، يقول لا، لو كان الاتفاق على أنه يؤجره من أجل هذه الغاية فهنا ليست القضية قضية أن يكتب في العقد، بل القضية أن يكون الاتفاق جرى على أن يؤجر البيت من أجل هذه الغاية، هذا يكفي، سواء كتبه الإنسان يعني كتبه فعلا يعني كتبه في متن العقد أو لم يعني لم يكتبه، لأنه هذه الغاية تكون ماذا؟ تكون من قبيل الشار بالنسبة، لأن هذا الإنسان عندما يأتي مثلا للإدارة أو ما شابه فإنه يكون ماذا؟ يكون هذا الأمر ماذا؟ يكون هذا الأمر ملحوظا في يعني في تعامله مع هذا صاحب المكان أو صاحب هذه الدابة. ومن هنا يمكن لنا أن نقول أنه يتفرع عليه هذا الكلام الخاص بأنه إذا كان الأمر كذلك فما قولكم مثلا في من مثلا يفعل هذا الأمر بالنسبة إلى البيع، هذه بالنسبة إلى الإجارة قد يكون أنه حسب ما ورد في الروايات أن الإنسان الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر مثلا، قال حرام أجره، حتى هذا يباع فيه الخمر حرام أجره، حتى هذا قد يقول شخص أنه حرام أجر، هذا يعني هذا أمر يعني قد هذا الأمر قد يكون ملحوظ فيه الاشتراط أو غير ملحوظ، أو هو بغض النظر عن ذلك نقول من خلال هذه الرواية يمكن فهم أن حرمة الأجر هذه ليست مشروطة، ولكن البعض من الفقهاء وجد أن القضية قضية اشتراط وأن الحرمة ليست يعني ثابتة مطلقا بل هي ثابتة في حالة الاشتراط، والدليل على مثل هذا الأمر أنه مع وجود مثل هذه الروايات التي يبدو حسب ظاهرها أن حرمة أجرة الإنسان الذي يبيع الخمر مثلا هذه الحرمة حرمة مطلقة، قد يقول البعض الآخر لا ليست كذلك، لماذا؟ لأنه قد يكون هناك شخص يقول ماذا؟ هذا الشخص يكون أجر هذه الأشياء ولكنه ليس ماذا؟ ليس مع علمه بذلك، ليس مع اشتراطه ذلك، بل هذا الشخص الذي وقع الإدارة معه يعمل ذلك الأمر، يعطيه الدابة، فذلك الشخص يكون ماذا؟ يكون ممن يتاجر في الخمر، فيحمل معه ماذا؟ فيحمل معه الخمر، يحمل معه مثلا الخنزير أو غير ذلك من الأمور. فمن هنا يمكن لنا أن نقول بأنه إذا كان الأمر كذلك فما دامت هذه الروايات تجيز لمن لم يتفق أو لم يشترط أو لم يجري العقد بناء على هذا الأمر، وبين من وردت فيه الحرمة باعتبار أنها حرمة مطلقة، يمكن لنا أن نقول أنه إذن هذه الحرمة لها ماذا؟
لها مقدار محدد. فإذا هذه الحرمة يجب أن تكون ماذا؟ بناء على كون هذا بناء على كون هذا الأمر جرى مع الاضطرار، حتى نجمع بين هذه الروايات، لأن يعني الطرح للرواية هذا أمر كما يقال كما قال آخر الدواء الشيء. فلو أمكن الجمع بين هذه الروايات بأن تكون هناك جهة تجمع بينها، بأن يكون هذا الأمر جاريا على ما يعني على 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 وضعه الطبيعي، ومع ذلك ماذا يجمع بينه وبين الروايات الأخرى، عند ذلك نقول بأنه يمكن القول أن هذه الحرمة التي وردت في إجارة الخام حرمة يعني مأخوذ فيها المصادرة، وهي أنها حرمة مع الاضطرار. إذا كان الأمر كذلك فنقول هذا القول من المصنف يتناسب تناسبا صريحا وواضحا مع هذه الرؤية، وهي الرؤية التي تقول بأن هذه الحرمة للإجارة وهذه الحرمة لإجارة المسكن أو لإجارة الدابة إنما هي حرمة مشروطة بأن يكون الهدف من الإجارة ماذا؟ الهدف من الإجارة هو ماذا؟ هو المحرم. طبعا قد يقال أنه قد يكون الإنسان الذي يريد أن يؤجر لا يعني قد يريد أن يؤجر بيته لا يريد نشر الحرام ولا يريد، لكن على كل حال أصحاب هذه الغايات أصحاب هذه الأمور يعني هذه الأعمال قد يريدون ماذا؟ قد يريدون أن يقوموا بأعماله بطريقة يعني قانونية كما يقال، يعني قانونية من هذه الجهة، يعني قانونية من ناحية أقل على أقل تقدير صاحب المقام، فيقول له مثلا أنت تعلم ماذا مثلا ماذا أعمل وماذا أصنع، أنا أوجه بيتك من أجل ماذا؟ من أجل مثلا بيع لحوم الخنازير، أو أوجه دابتك من أجل ماذا؟ حمل لحوم الخنازير، أو أؤجر بيتك من أجل بيع الخمور أو صنع الخمور وما شابه ذلك، أو لا لمثلا مثلا والعياذ بالله مثلا لفعل الفاحشة مثلا وهكذا. فإذا كان الأمر يعني جرى بهذه الكيفية فإن هذا هو الذي تدل عليه هذه العبارة، وهي العبارة المتضمنة أو العبارة التي تدل عليها عبارة المصنف. تفضل. لا لا، هو احنا نقول بانه اذا حصل الاتفاق على هذا الامر فيكون ماذا؟ فيكون محرم. حتى هذا بعد احنا قد يقول البعض انه هذا لو كان من جهه البائع هذا اللي هو البائع عفوا من جهه صاحب المكان، حتى قد يقول شخص انه صاحب المكان كان يريد اجاره بيته من اجل المحرم فمن هنا يحرم هذا الامر. اما لو فرض لا لو فرض انه المؤجر يعني أفضل يعني الذي يريد أن يؤجر المقام هذا هو الذي يريد أن تكون الغاية من الإجارة هذه، فماذا عن ذلك الشخص صاحب الملك؟ نقول ذنبه أنه اتفق معه على هذه القضية، فإذا اتفق معه معه يعني وافق على أن يكون الهدف من يعني من الإجارة هو ماذا؟ هو فعل المحرم. فإذا نحن لا نتحدث عن من الذي اشترط ذلك، ولكن إذا جرى العقد بناء على هذا الاشتراط فإن هذا الشخص يكون راضيا ماذا؟ راضيا بفعل المحرم. وإذا وقع العقد بناء على هذا الشرط يكون ماذا؟ بناء على كونه شرطا يعني بناء على كونه مثلا لو فرض أن هذا الشرط شرطا سائغا يكون ماذا؟ شرطا إلزاميا لا شرطا ماذا؟ لا شرطا مثلا باطلا. ومن هنا يمكن لنا أن نقول أنه عندما أجرى العقد بناء على الشرط وهو يعتقد أن هذه الإجارة إجارة صحيحة، فمعنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك يقول بأنه يجب علي يعني يجب علي أنا صاحب هذا المنزل أن ألتزم ببيع هذا الإنسان للخمر في بيتي، أن ألتزم بصنع هذا الإنسان الخمر في بيتي، أو مثلا بمتاجرة هذا الإنسان مثلا بيتي مثلا لفعل الفاحشة أو ماذا أو الجمع بين الرجال والنساء وغير ذلك من الأمور، لأنه هذا عقد جرى على هذا الشرط، والناس إذا أجروا عقودهم على شروط معينة فإن هذه الشروط المعينة تكون ماذا؟ تكون ملزمة للجميع كما هو معلوم، لأن هذه شروط إلزامية. فإذا كان قد أجراها بناء على صحة العقد فهو يعتقد ماذا؟ بصحة هذه الشرط، وصحة الشرط تؤدي ماذا؟ إلى إلزام الشرط. فإذا لا فرق في هذه القضية أن يأتي الإنسان الذي يريد أن يبيع الخمر ليذكر ذلك ويعني ويجري العقد بناء على
على هذه الغاية، وبين أن يأتي نفس صاحب المكان يقول لك لا ليس عندي، بل لا أنا لعل بعض أصحاب البيوت قد يعجبه مثلا نشر بعض نشر بعض الأمور التي هو يعتقد أنها ليس فيها بأس، فيأتي بهذه القضية وكان هو الذي يقترح ذلك، فيقول لا فرق، هو سواء هو الذي اقترح أو الذي اقترح عليه، جاء صاحب الغاية وقال له مثلا أنا أؤجر بيتك من أجل صنع الخامر، إذا تريد نعم أؤجر بهذه الغاية تقبل أو لا، فإذا قبلت فانتهت القضية، كأن القضية لا فرق فيها بالجهة التي اقترحتها، إنما القضية أنه إذا جرى العقد لهذه الغاية فإن هذا يكون ماذا؟ يكون أمرا ماذا؟ يكون أمرا محرما كما هو معلوم. لا حتى هناك بعد يأتي أنه هناك يأتي أن البيوع عفوا هذا يأتي وين؟ هذا يأتي في العقود الصحيحة وليس في العقود الباطلة. نحن عندما نقول مثلا عندما يكون عندنا شرط فاسد كما يقال أو شرط باطل، هل الشرط الباطل يؤدي إلى فساد العقد أو لا؟ كلام بين الفقهاء أنه فساد الشرط يؤدي إلى فساد العقد أو لا؟ وقع الكلام، بعضهم يقول هكذا، يقول أنه إذا كان مقتضى الشرط يعني مقتضى الشرط يعني الذي يوجد يؤدي إلى نفي الأثر الذي يترتب على العقد فعند ذلك العقد يكون كله باطل. البعض يقول لا، إذا كان العقد قد جرى وكان العقد صحيحا يعني على أمر جائز ولكن معه شرط ماذا؟ شرط فاسد، شرط باطل مثلا، هذا الشرط فساده لا يؤدي إلى ماذا؟ لا يؤدي إلى فساد العقد، هذا هكذا يقولون. فنحن عندما نتحدث عن هذه القضية لا نتحدث عن لزوم يعني التزام الإنسان بالشرط، لأنه هل يجب علي أنا الذي اشترط علي الشرط المحرم أن ألتزم بذلك الشرط أو لا؟ هذا الإلزام موجود حتى في الشروط المحرمة أو غير موجود؟ هنا نتحدث عن ليس عن الشروط المحرمة في العقود الصحيحة، إنما نتحدث عن عملية إجارة أو بيع في أصلها كلامه، يعني ليس عن هذا كلام في عقود صحيحة. مثلا شخص يقول لك أنا أجر لك أو أجرك على أن تعمل عندي في بيتي على أن تفطر وأنت في رمضان، هذا عقد صحيح ولكن فيه شرط فاسد، هذا الشرط الفاسد يجب الالتزام به؟ يقولون لا يجب الالتزام به. من هنا هذا الكلام ليس في الشرط الفاسد الذي يكون ضمن عقد صحيح، بل هذا في عقد في أصله كلام، أنه هل يصح العاقد إذا كان مثل هل يصح العاقد إذا كان مثلا فيه شرط فاسد، هل يصح أو ما يصح؟ نقول أساسا نحن لا نتحدث عن صحة العقد من جهة شرطه، لا نتحدث عن أساس العقد هنا، يعني هنا عندما يقولون مثلا بأن إجارة المساكن وإدارة الحمولة ليست يعني جائزة، لا يتحدثون عن أنه لو حصل الأمر وبعد ذلك لم يلتزم الإنسان يكون ماذا؟ يكون ذلك يعني ذلك الفعل مثلا ليس إلزاميا، لا نتحدث عن أنه إذا الإنسان أجر بيته للشهر هل يستحق الإجراء أو لا؟ لأنه إذا كانت الإجارة باطلة فالإجراء ماذا؟ فالإجراء هنا لا تكون مستحقة، لأنه الإجارة أو انتقال ثمن الإجارة من ملكية صاحب المال إلى ملكية الغير هذا مبني على صحة العقد، لا مبني ماذا؟ على يعني على بطلان الشرط، ما له علاقة الشرط في هذا المقام، لأنه هنا عندما نتحدث عن بطلان العقد، لأنه فرق بين أن يكون العقد باطل وبين أن يكون العقد متضمن لشرط باطل. إذا كان العقد متضمن لشرط باطل فهذا الشرط قد يصل إلى حد بطلان العقد وقد لا يصل إلى هذه المرتبة، وقد يكون مجرد الشرط الباطل كما مثلا في بعض يعني مثل هذا المثال اللي ذكرناه، الإنسان لا يجب عليه أن يفطر، يمكن يعمل ويستحق بعمله مثلا، يستحق بعمله ماذا؟ أجرته، لأنه ماذا؟ العقد في نفسه لا بأس به، ولكنه هذا الشرط شرط ماذا؟ شرط يعني باطل، لكن كلامنا هنا ليس عن الشرط الباطل، عن العقد الذي يكون مشروطا بحرام، يعني العقد الذي يكون ماذا؟ من أجل غاية محرمة،
هذه من أجل غاية المحرمات، كأنه نحن نتحدث عن أي شيء، لا نتحدث عن يعني لا نتحدث عن إدارة، وكانت هذه الإدارة ماذا؟ وكانت هذه الإدارة الهدف منها هو يعني كانت هذه الإدارة فيها شرط مثلا محرم. لا، الذين يقومون بمثل هذه العقود لا يدرون هذه العقود من أجل أن يقوم الطرف الآخر بالفعل، يقومون يدرون هذه العقود من أجل أن يقوموا هم بالفعل، لأنهم يعلمون بأنه مثل هذه الشروط لا يقع ماذا؟ لا يقع فيها يعني الأمر كما يريدون، إلا إذا كانوا هم يعني هم الذين يتبنون عملية التنفيذ، لأن الإنسان صاحب المنزل قد يكون لا رغبة فيه إلا عنده في نشر الحرام، ولكن هذه العملية وهي عملية نشر الحرام لا يمارسها صاحب المنزل، إنما يمارسها من سيأتي ليجلس في هذا المنزل ويقوم بمثل هذا الفعل. فلذلك القضية ليست ماكث يعني مرتبة أولى ومرتبة ثانية، لا، القضية بمرتبة واحدة، أن مثل هذا العقد لو حصل هل يكون عقدا صحيحا أو أنه ماذا؟ أو أنه عقد يكون ماذا؟ عقدا محرما. إذا كان عقدا محرما فمن هنا يمكن أن نجري عليه ما نجريه على بعض الأمور التي مثلا يحصل فيها عقد صحيح ويضاف إلى العقد الصحيح شرط مثلا فاسد. هذه مسألة أخرى، وهذه نتحدث عن أصل العقد، أنه هذا العقد منهي عنه، لأن ذاك العقد الذي يكون فيه الإنسان مثلا قد اشترط على شخص أن يفطر، هذا العقد ليس منهيا عنه، إنما المنهي عنه من؟ المنهي عنه هذا الشرط بالخصوص، لأنه هذه القضية ماذا؟ هذه القضية مختلفة كما يقولون. لذلك احنا الآن عندما نتحدث عن إدارة المساكن، عن إدارة الحمولة من أجل المحرم، هذه كأنها ماذا؟ تؤخذ ككتلة واحدة، لا تؤخذ ماذا؟ لا تؤخذ على أنها ماذا؟ على أنها يعني على أنها كتلة يعني أجزاء متفرقة. لذلك عندما يقولون بأن العقد جرى، لا يقولون بأن العقد الإدارة جرى، العقد الإدارة الذي قوامه ماذا؟ الذي قوامه فعل المحرم هو الذي جرى. لذلك عندما يقولون بأن الإنسان المؤدر قد استحق أجرة، ماذا يقولون؟ سبب الانتقال، يعني سبب انتقال ملكية المال المؤدر بالنسبة إلى المستأجر، سبب الانتقال ما هو؟ نفس العقد. فإذا كان نفس العقد باطلا، هذه الملكية لا يحصل فيها ماذا؟ لا يحصل فيها يعني لا يحصل فيها انتقال أو نقل وانتقال كما هو معلوم. ولذلك عندما ننظر إلى هذا العقد، ننظر إليه على ماذا؟ على شكل الهيئة الاجتماعية كما يقولون، يعني على شكل وحدانية، أمر واحد، إدارة منزل من أجل الحرام، يجوز إدارة المنزل من أجل الحرام أو لا؟ لا علاقة له، لا، أنا أؤجر بيتي وهذا يقول مثلا هناك شرط مثلا أن أشترط مثلا فيه مثلا لهذا الشخص أن يشترط مثلا فعل المحرم، هذا لما صاحب المنزل يشترط على الأول قد يكون يعني قد تكون، لكن هي القضية ليست القضية قضية غاية، لا، القضية قضية أن صاحب الإدارة الذي هو الذي يدفع المال هدفه التجارة في الحرام، ليس صاحب البيت صاحب الهدف، يعني صاحب البيت ليس صاحبه مثلا هدف، وقد يكون صاحب هدف في بعض الأحيان ولكن هذا فرض نادر، صاحب الهدف الحقيقي هو صاحب التجارة، وهذا تجارته تجارة ماذا؟ تجارة محرمة. بعد هذا الذي يكون تجارته محرمة، هل عندما يسلط على بيت يدفع هذه الأموال، خصوصا وأن هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه التجارات يدفعون أموالا طائلة من أجل هذه الغاية لأنها غاية غير طبيعية؟ لذلك عندما يدفع مثل هذا الأمر لا يدفع لأجل أن لا يلتزم به، بل يدفع لأجل الالتزام به، وربما يعني هو لا يضيع دقيقة واحدة مثلا من أجل القيام بمثل هذا الفعل المحرم. ينساق مع هذا الكلام، يعني يجري مع هذا الكلام، الكلام الذي يتعلق بالبيع، هناك إدارة وهناك بيع، ويقول المفلس فيه وكذلك يعني بيع العنب والتمر إلى شخص يعني يعمل المسكر ليعمل مسكرا، يعني أنا أبيعك العنب لتصنع الخمر، يعني لتصنع الخمر، ما هي غاية هذا البيع؟ الهدف من هذا البيع يعني الهدف اللي ينفذ إليه الإنسان من خلال هذا البيع. هنا وقع الكلام،
أنه أنت مرة يجري العقل عليه ومرة لا، قد لا يجري العقل عليه. يعني عندما يجري العقل عليه يعني تكتبونه؟ نقول لا، لا نكتبه. نعم، ولكن عندما جاء الإنسان الذي كان يريد أن يعمل الخامس من العلاج، كان العقد قد جرى على أساس أنه أبيعك هذا لتعمله مسكرا. هذا تعمله مسكرا يعني كأنه الاتفاق جرى عليه. أما لو فرض لا، لو فرض أنه الشخص الذي جاءك مثلا شخص معروف أنه هذا من تجار الخمور، أو من يتعاطى الخمور، أو من يتعاطى صنعة الخمور، هذا شخص قد يكون هدفه ماذا؟ قد يكون هدفه من البيع هو، أو عفوا هدفه من الشراء هو أن يصنع بهذا العنب أو التمر خمرا بهذا المقدار. أنت تبيع هذا العنب أو هذا التمر بهذا المقدار، هل يكون حراما أيضا؟ يقول المصنف كلا. نحن نقول أن الحرمة في بيع العنب ممن يعني ممن يعمله خمرا، أو بيع التمر ممن يعمله خمرا، هذا إذا كان البيع ماذا؟ من أجل هذه الغاية. أما إذا كان البيع من أجل ماذا؟ من أجل بيع العنب، أنا أريد أن أبيع عنب. أما أنه جاءني أشخاص، بعض من هؤلاء الأشخاص أشخاص عاديون لا أعرفهم، بعض من هؤلاء الأشخاص أشخاص أعرفهم. إذا كنت أعرف هؤلاء الأشخاص، فهل إذا كنت أعلم أن واحدا منهم تاجر خمر، صاحب مصانع خمر، هل يحرم علي أن أبيع عنبي من هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه سيأخذ العنب ليصنعه ماذا؟ ليصنعه هو، سيصنعه، لا أنني أجري العقد من أجل، يعني هو لا يذكر مسألة الخمر وغير ذلك من الأمور، والعقد لا يجري على هذه من أجل هذه الغاية، إنما يكون العقد ماذا؟ عقدا طبيعي. ولكن على كل حال هذا الشخص يعني هذا الشخص هو تجارته هذه. ما الذي يدل على مثل هذا المقدار من الكلام؟ الذي يدل عليه ماذا؟ الروايات التي وردت عن الإمام الصادق عليه السلام أنه جاءه بعض الأشخاص وقالوا له مثلا أن الشخص قد يشتري العنب للتخمير، ماذا تصنع؟ ماذا يعني ماذا يكون يعني حكم هذا الفعل؟ قال حلال. وهو ليس هذا فقط، قال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا؟ يعني هذا الأمر ليس أمرا يعني غريبا، لأنه إحنا نعلم الإمام يعلم أنه ترى بعض الأشخاص الذين يشترون التمر هم يعملون ماذا؟ يعملون به يعني شرابا يعني خبيثا. فإذا القضية ليست ماذا؟ ليست فيها بأس من هذه الجهة. نعم هي ماذا؟ هي مرجوحة يعني مكروهة، وهذا أمر ماذا؟ وهذا أمر آخر كما يقولون، لأنه الإنسان إذا رأى أمرا مرجوحا فليس بالضرورة أن يكون هذا الأمر المرجوح يصل إلى حد أن يمنع من فعله. ولذلك يجري مع هذا الكلام الذي يبيع الخشب من أجل ماذا؟ أبيعك الخشب لصنع ماذا؟ لصنع الصنم. يعني يجري الاتفاق على أنه أبيعك هذا من أجل هذه الغاية، فإذا كان في هذه الغاية قد جرى عليه البيع، بعد ذلك يكون مثل هذا الفعل يكون فعلا محرما. وليس هذا فقط، حتى وإن كان الهدف ليس فقط هذه الغايات، يعني الغاية التي هي مثلا الصنم أو ما شابه، بل أي آلة من الآلات التي يمكن أن تكون أن يكون الخشب مادة أولية لصنعها. تفضل. نعم، مع الاشتراط والاتفاق إذا جرى العقد عليه. يعني الاشتراط ليس مقصود الاشتراط يعني الكتابي، لا، أنا أتفق معك على أن أبيع العنب لعمل الخمر خلاص، ومن هنا يعني يكون هذا المقدار المحقق. أما لا، أنت تعلم بأنني تاجر خمر ولكن لم أشترط عليك هذا، لم أذكره لا شرط ولا جرى العقد عليه، هذا العقد بهذا المقدار ليس فيه بأس هكذا. وإن كنت أنت تعلم أنه أتبعت بعض الفقهاء يعني في الأزمنة المتأخرة يتوقفون في هذا، يقولون هذه قضية احتياطية، يعني احتياطية للإنسان، بعض يحتاط استحبابا والبعض يحتاط وجوبا في هذه المسألة. لذلك نحن نقول أنه إذا لم يجري العقل على حصول هذه الغاية فإن هذه الغاية لا تكون ما، فإن هذه النتيجة لا تكون مؤثرة. أما لو نفرض لا جرى العقل على هذا الأمر، يعني العقد جرى
على أن يكون الهدف من بيع من شراء التمر ماذا؟ هو صيرورته ماذا؟ خمرا. من الهدف من شراء من بيع أو من بيع أو شراء العنب هو صيرورته ماذا؟ خمرا. عند ذلك يكون ماذا؟ يكون مثل هذا الأمر يعني باطلا. نقرأ هذا المقدار. قال: وإدارة المساكن والحمولة بفتح الحاء، وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والحمير، وسفن داخلة فيه تبع يؤجر بيته، يؤجر السفينة، يؤجر الدابة، هذا كله ماذا؟ لماذا يكون محرما؟ قال: للمحرم، يعني يؤجرها من أجل هذه الغاية. فهذه الغاية تكون ماذا؟ تكون هو يعني هي الغاية وهي الهدف من هذا السبيع. قال: كالخمل، مثال مثال لماذا؟ للأجرة الواضح. وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله، حتى لأجل من؟ أجل من؟ لأجل الظلم، باعتبار أنه لو كان الإنسان الظالم يأتي إلى الفندق الذي أملكه ويأتي ماذا؟ من أجل غاية التنزه مثلا، هذه ليست غاية، غاية يعني ليس فيها اعتداء على الآخرين بهذا المقدار، لا مانع أن يكون يعني سكنه عندي في الفندق، لكن لو فرض أنه يريد من 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 هذا الفندق مالي مثلا أن يعني يختبئ لإلقاء القبض على شخصه، فهنا يكون الأمر مختلف. لماذا؟ لأن هذا الإسكان يكون ماذا؟ مقدمة ويعني سبب لإلقاء القبض على الظلم. فإذا كان الهدف منه من أجل هذا الإسكان، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يكون ماذا؟ يكون أمرا محرما، لأنه نفس الإسكان ليس فيه بأس، إنما يكون ماذا؟ إنما يكون طبعا واضح أن هنا مسألة يعني العلم مأخوذة في هذا في هذه القضية، إجارة النتاكل من أجل المحرم أو الحمولة من أجل المحرم، هذا بعد واضح مأخوذ فيه العلم، لأنه قد الإنسان يأتي ويسكن بدون هذا العلم، بدون هذا الأمر، فإذا لم يكن له اطلاع في القضية ليست يعني على إطلاقها. قال: وبيع العنب والتام وغيرهما ممن يعمل منه المسكر، تبيعه ممن يعمل منه المسكر ليعمل مسكرا، هذه الغاية، هذه ماذا؟ هذا يعني كأنه ماذا؟ كأنه أنت تبيعه من أجل هذه الغاية، هذا تبيعه من أجل هذه الغاية. لماذا وضعت؟ لماذا وضعت هذه القضية؟ يعني قيدا في هذا في هذا في هذه القضية، قالوا بأنه نحن نظرنا إلى بعض الروايات وجدنا بأن الإمام يصرح بأننا مثلا نبيع عنبنا ممن يعمله خمرا، أو لسنا كما هو لسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا، فإذا هذا المقدار يدل ماذا؟ على أن هناك درجة أو حصة من هذا البيع دائجة، إذا هذه الدرجة الدائجة أي درجة؟ هناك روايات تقول مثلا بأنه هذا البيع يكون مثلا حراما، فكيف نجمع بينهما؟ لا نستطيع القول بأنه حرام مطلقا، ولا نستطيع بأنه يقول جائز مطلقا، فالجمع بينهما نقول بأنه إذا الذي يكون حراما هو الذي تكون الغاية منه ماذا؟ فعل المحرم، أما الذي يكون أو يعني صنع المسكر، أما الذي يكون لا أو صنع المحرم حتى يكمل حتى صناعة الأصنام، وإذا كان الأمر شخص يصنع هذه الأمور، أنا يستطيع أن أبيع للخشب، يقول لا مانع من ذلك بهذا المقدار، لا مانع من ذلك. قال: سواء شرطه في العقد أم حصل الاتفاق عليه. لماذا؟ قد واحد يقول لا أنا ما اكتسب العقد، هو ما اكتسب العقد، ولكن أنت بعته من أجل هذه الغاية واتفقتم أن هذه غاية البيع، فإذا أنت ماذا؟ أنت كأنك يعني هذا الشرط جعلته ماذا؟ شرطا إلزاميا، بناء على أنك تعتقد أنه يجوز لك مثلا فعل هذا الأمر، فلو صح مثل هذا الأمر يكون هذا الشرط ماذا؟ شرط إلزامي. فمن هنا نقول له أنه إذا كان الأمر كذلك فإن هذا الأمر يكون ماذا؟ يكون محرما. قال: يا علي يا علي يا علي. نعم. قال: والخشب ليصنع صنما أو غيره من الأدوات المحرمة. والله تفصيل الكلام يأتي في الدرس القادم الحمد لله رب العالمين. هنا تفصيل بسيط، هنا في كتاب المحرمة بحمد الله من شكر الله التفصيل الحمد لله رب العالمين.